السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبي ومتابعي عادل فتحي في كل مكان. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وراحة بال، بحبكم في الله. حقيقة القبض على إيمان البحر درويش هنقولها بكل صراحة، لأن هذا الخبر اشتعل أو موجود على كل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وهنقول كل اللي حدث. كان بالفعل من حوالي كام يوم كده، 10-15 يوم، كان حدث تجاوز كبير جدا من إيمان البحر درويش، بل إن استخدم هذا الجزء في الحديث، وكان طبعا خطأ كبير جدا مهني، بس ولكن طلع هاني شاكر وقال إن ما زال إيمان البحر درويش هو في نقابة المهن الموسيقية ولم يتم فصله، بقاله عضو بقاله 8 سنوات، وأن هذا الكلام عاري تماما من الصح. وانا بقول دايما الفنان لو له موقف معين يبعد ينأى بنفسه عن السياسة. يعني خالد يوسف المخرج، انتوا شايفين اللي حصل له الكلام ده، وانا ما كنتش احب ابدا، كنت انا برا في امتداد ليوسف شاهين، لكن لما دخل في السياسة اتأخر كثيرا جدا، وحدث ما حدث وسافر برا وبعدين جه، والامور اللي انتوا عارفينها كلها. طبعا اللي اتكلم فيه ايمان البحر درويش هو سد النهضة والمياه والأوضاع واللي جاي. هو الناس بس مش واخدة بالها من حاجة مهمة جدا، إن إيمان البحر درويش هو خريج كلية هندسة جامعة اسكندرية، هو مواليد 55، وهو مثقف جدا، وهو حفيد طبعا سيد درويش. فهو اتكلم في تخصصه، لأن المياه وتحلية المياه وتحلية المياه المالحة ده تخصصه الخصيص على فكرة، ولكن احنا بنقوله يا عم انت طالما ان انت ما اشتغلتش بالشغل بتاعك يبقى ما كانش في داعي ان انت تتكلم خالص. مصدر امني اكد الان انه ينبغي لم يتم ابدا القاء القبض على ايمان البحر درويش، وما فيش حاجه خالص. الناس اتصلوا، بنته طلعت اللي هي امنيه درويش طبعا، وقالت ان والدها لم يتم القاء القبض عليه، ولم يوجه ليه اي شيء ولا في اي حاجه. كل الحقيقه وسبب غيابه ان ايمان البحر درويش حاليا في العنايه المركزه، لان انا قلت كان تاريخه المرضي صعب جدا، لانه تعرض في سنه وكان شبه ميت، وتعرض لشلل وعمليتين خطيرين جدا في المخ. والناس بيقولوا هو انت بتبرأ له او هو عشان قرايه؟ لا، انا بقول طالما الانسان اصيب في المخ فبياخد عقاقير، فبيحصل زي ما بيقول يعني ايه بعض التجاوزات نتيجة بعض العقاقير اللي أخذها. وطبعا كان عايش في غيبوبة على فكرة، قعد 6 أشهر عايش في غيبوبة تامة. كل التحية وكل الاحترام لمحبي ومتابعي إيمان البحر درويش، ونتجاوز ونسامح إيمان البحر درويش في هذا الفعلة اللي أنا بعتبرها خروج عن النص وشيء غير مقبول منه، ولكن أنا هقول نتيجة بعض العقاقير اللي كان بياخدها ممكن تكون أثرت عليه. والناس بتزعل مني على فكرة لما أقول، يقولوا لا ده حرية رأي. لا، مفيش حاجة حرية رأي، أستخدم هذا الجزء في الحديث. كل التحية وكل الاحترام ليكم، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.